متابعينا ومشاهدينا في قناة الموصلية الفضائية، حلقة جديدة من برنامج مهن وحرف يدوية. الحلقة اليوم أكيد من منطقة بحشيقة، أرض الخير والعطاء، وحنحكي عن صناعة الصابون. أول صناعة صابون هي بحشيقة. سبب صناعة صابون بحشيقة هي وفرة زيت الزيتون والنورة. القلويات كانت تجي من منطقة تل أحبار. موصل الدرجة الأولى الموصل تأخذ يعني الإنتاج من عندي. والفترة الأخيرة الشخص الياباني اللي قلت لك عليه من اليابان فوائد أخذ من جماعتنا من الموصل من باب السراي بدأ يبحث عن المنتج وأصر إلنا أنه يصل للمعمل بصراحة. جميل جدا. ودزينا له الدفعة الأولى قبل أسبوع. صابون الزيت الزيتون كي مضبوطه لل شو اسمه للشعر زين، للقشخه احنا نقول له زين، صابون كو مضبوط يعني.